ولعل أكبر تدشين لهذا الاستمرار التاريخي والعامل للأجيال هو التهجير والترحيل الذين عانى منهم العراقيين اليهود منذ 7 عقود، حيث باتوا بلا أرض كانوا قد سكنوها وبنوها وطنا بين النهرين على مدى 2600 عام. إن هذا التاريخ المجحف بحق اليهود هو بمثابة قطع شريان النابض من شرايين العراق، ونحن نقول بهذا الإجحاف وندينه بكل قوة، وفي نفس الوقت ومقابل التطهير العرقي ومجازر الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها 6 ملايين يهودي في أوروبا، نرى بصيص أمل في قدرة بعض العراقيين اليهود على ترميم حياتهم والحفاظ على تقاليدهم عبر الأجيال. ومعظم هؤلاء أيها الحاضرون لا يزالون قربنا، نراهم جيراننا في دولة إسرائيل. نرفض جهارا أن يقع العراق ضحية لعقلية أمراء الحرب التي دمرت ليبيا واليمن والطغاة في سوريا وفضائعهم والمآسي في لبنان، حيث احتلت الدولة ميليشيات لا تنفك تبتلعها وتمعن بها فسادا. ومن جهة أخرى نرى ملامح مبشرة بالتغيير في المنطقة، وعلى وجه التحديد ما يتعلق باتفاقيات إبراهيم، فأننا نطالب بنظام فيدرالي على الصعيد المحلي في العراق وبانضمامنا إلى اتفاقيات إبراهيم علي على الصعيد العالمي، وكما نصت هذه الاتفاقيات على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الأطراف الموقعة ودولة إسرائيل.